كمان احنا مكملين بباقي مساحاتنا الصباحية، ودائما ضمن المساحة الصباحية من 6 شباط ولحد اليوم هايدي دائما احنا منضوي ومسلط الضوء على المبادرات الإنسانية التطوعية وكل الخدمات اللي تقدمت من جميع الجهات المعنية طبعا تشكر. وقبل ما نروح لمساحتنا بس بدنا نقول لكل الكوادر في مطار دمشق الدولي ومطار حلب يعطيكم ألف ألف عافية لكل الجهود اللي قدمتوها خلال الفترة الماضية، وأبنا نتمنى السلامة لكل كادر مطار حلب يعطيكم ألف عافية. أكيد رشا، يعني اليوم الحصة الأكبر بمحطتنا الصباحية للحديث عن جهود المؤسسات الخيرية والتطوعية، لهيك بمحطتنا الثانية رح نحكي عن بصمة هامة بمجال الأعمال التطوعية، عم نحكي عن مؤسسة بصمة شباب سوريا يلي توجدوا على أرض الواقع بسنوات الحرب اللي مرت علينا، واليوم عم يثبتوا أهمية العمل الإنساني والتطوعي من خلال تقديم يد العون والمساعدة لأهالينا المتضررين جراء الزلزال بالمناطق المنكوبة وبمراكز الإيواء، وكل هذا الشيء أكيد بهمة الشباب المتطوع يلي سارع لفعل الخير، ساعد ودعم بكل إمكانياته وطاقته. لنحكي أكثر مشاهدينا عن هي المؤسسة ونعرف أبرز الأنشطة يلي قامت فيها، معنا اليوم بالاستوديو الأستاذ نصر الله الخطيب مشرف محافظتي دمشق وريف دمشق ببصمة شباب سوريا، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بحضرتك. والآنسة خلود حسن عضو بالمكتب الإعلامي للبصمة، يسعد صباحكم. صباح النور. يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم، تشكر اليوم جهودكم كمؤسسة بصمة شباب سوريا، وايضا كما قلنا كان في اليوم شغل لجميع المؤسسات وكان في فزعة من جميع الجمعيات ومن كل الكوادر اليوم القادرة تقدم شيء لهي الأزمة. اليوم مضى شهر، يعني صرنا اليوم 7 آذار، ومن 6 شباط ل7 آذار اليوم صارت الرؤية أوضح للعمل. شو اشتغلتوا خلال هذا الشهر وكيف كانت خلينا نقول العمل من اليوم الأول، كيف لبيتوا هذا النداء الإنساني؟ بداية الله يرحم الشهداء ويشفي الجرحى ويحمي هالبلد. آمين. نحن كباقي المؤسسات والجمعيات الأهلية اللي لبيت نداء الواجب من اللحظات الأولى، استنفرنا كافة إداراتنا وكوادرنا المتواجدين على كامل الجغرافيا السورية. نحن متواجدين ب 97 نقطة، 15,000 متطوع. تم تقسيم العمل إلى شقين، الشق الأول هو بالمحافظات المنكوبة، الشق الثاني هو المحافظات الغير منكوبة. فريقنا اللي بالمحافظات المنكوبة كان دوره هو باللحظات الأولى طبعا بمساعدة فرق الإنقاذ الدفاع المدني المتواجد، فرق الصحة بنقل المصابين والجرحى إلى المشافي. اثنين كان دوره النزول إلى الشارع وتهدئة الناس وتطمينهم قدر الإمكان وتوجيههم إلى دور العبادة. ثلاثة كان دور شبابنا بهاي المناطق هو توجيه العوائل او الاشخاص الموجودين هن ضمن الحدائق والشوارع بالمناطق هاي لمراكز الايواء. الشق الثاني كان هو ضمن المحافظات اللي هي غير متضرره، من خلال تواجد كوادرنا واداراتنا هنيك تم اطلاق حمله تبرعات، استقبال تبرعات عينيه اغاثيه طبيه جمعه توضيبه و إيصالها إلى المحافظات المنكوبة. تمام، خلود خبرينا شو أبرز أعمال المكتب الإعلامي بظل الكارثة؟ هلا وظيفة المكتب الإعلامي متعارف عليه بشكل عام، الإعلام هو هدفه أو الوظيفة الأساسية له هو نقل الصورة الحقيقية من أرض الواقع، فدورنا نحن هون كمكتب إعلامي هو ضبط الحالة التوثيقية لحجم الكارثة، انطلاقا من لحظة وضع كافة الزملاء المتطوعين تحت تصرف السادة المحافظين وشغلهم على الأرض، فكان في زملاء موجودين على الأرض هنن إضافة للعمل الإغاثي، كان في شباب عم بيصور، شباب عم بياخذ فيديوهات، في شباب عم توثق عمل وجهد المتطوعين بنقل بمساعده كبار السن والاطفال وتوجيههم لمراكز الايواء، في شباب كانوا موجودين كمان عم بيساعدوا فرق الدفاع المدني بنقل المصابين والجرحى للمشافي، وبنفس الوقت كان في فرق ثانيه كانت عم تساعد بجمع التبرعات، فنحن هون دورنا كمكتب اعلامي هو نقل الصوره الحقيقيه لحجم الكارثه اضافه لعمل وجهد باقي الزملاء المتطوعين. هل زرتوا المناطق المنكوبه حضرتك؟ كنت بالمناطق المنكوبه؟ انا مشرف دمشق وريف دمشق، فكان دورنا هو ضمن دمشق وريفة من خلال توضيب وقلت لك جمع تبرعات وتنظيمها وشحنها الى المحافظات. خلينا نحكي اليوم وقت اللي بيكون نحن عندنا عمل انساني ونحن كنا امام كارثه، يعني 40 ثانيه غيرت خارطه مدن، غيرت خارطه ناس، ارواح فقدناها، يعني هذا العمل كان بحاجة لداتا كبيرة وتنظيم كتير. بأول يومين يمكن كان هي حالة فوضى وهي حالة طبيعية جدا، لأنه نحن الصورة ما كانت واضحة بالنسبة لنا. فيما بعد تم التنسيق، حطينا الداتا، نحن عرفنا لوين بدنا نتوجه، كيف نظمنا الكوادر، نحكي عن هاي النقطة. تمام.
احنا اليوم عم نحكي عن مؤسسة عمرها 12 سنة من 2011 لليوم، تملك خبرات ومهارات عالية نتيجة الخوض بالعمل المجتمعي، حرب 12 سنة يعني على البلد يعني، وبنتيجة هاي الخبرة وهاي المهارات المكتسبة وتواجدنا أيضا هي كانت نقطة قوة لأن بالمحافظات سواء منكوبة أو غير منكوبة عززت أن احنا قدرنا نوصل لهدول الأشخاص بعد ما امتصينا الصدمة الأولى بتقديم الاستجابة الطارئة. صار في عنا جمع داتا، صار في عنا بيانات، شو في عنا أطفال رضع، شو في عنا كبار بالسن، شو في عنا حالات إصابات، شو في عنا حالات مرضية. من خلال هاي الداتا وهاي المعلومات اللي انجمعت قدرنا نحن حتى يكون تنظيميا أكثر وأدق، بحيث أنا اليوم هذا المكان بحاجة هاي المواد، فأنا خلص أبعث لهذا المكان هاي المواد بناء على دراسة احتياج أرض الواقع. تمام، نرجع لعندك خلود، خلينا نحكي عن تأثيرات السوشيال ميديا اليوم السلبية. بشوف كتير بوستات عم يحكوا إنه المساعدات ما عم توصل لمستحقيها، شو صحة هاي الكلام؟ هلا نحن فينا نحكي كمؤسسه بصمه شباب سوريا، يعني مثل ما حكى زميلنا الاستاذ نصر، زملائنا الموجودين على الارض بالمناطق المنكوبه كانت الصوره كافيه لحتى نقدر نعرف انه المساعدات اللي عم تطلع من الاداره المركزيه او من باقي المحافظات بدرعا بالقنيطره بدير الزور عم تنجمع وتنفرز بطريقه صحيحه وسليمه، توصل لعنا على الاداره المركزيه وتحمل ويطلع وياخذوها الشباب، تطلع على حلب وعلى حما، وكانت الكاميرا الاخباريه موجوده بحما وبسلحب وقت اللي طلعت قافله من زملائنا المتطوعين بالقلمون اتجهت باتجاه حما وبسلحب. ومن كم يوم كمان كانت باللاذقية، طلعوا على جبلة وعاللاذقية كمان نفس الشيء، غطوا احتياجات عدد من الأهالي المتضررين بمساعدات لتأمين بدائل سكن، بدل سكن. فنحن مو كل شيء بنحكى على السوشيال ميديا هو صحيح أو سليم 100%، ما دام في صورة توثيقية واقعية صحيحة عم تنقل من الزملاء المتطوعين الموجودين، فنحن كل المساعدات اللي عم توصلنا إن كانت التبرعات العينية أو التبرعات المادية فنحن عم نوثقها بالصورة وباستبيان صحيح ودقيق وواضح عم توصل لعنا بإشرافنا وبإشراف باقي الإدارات. ذكرت أستاذ نصر كلمة إنه نحن 12 سنة صار عنا خبرة، ولكن نحن بيوم الزلزال كنا يعني كلنا مفكر إنه نحن صار عنا خبرة وقطعنا مرحلة كتير كبيرة، تعودنا على حالات الفقد، تعودنا على حال، ولكن الشيء اللي صار يعني يمكن كان أكبر من طاقتنا. اليوم من خلال عملكم يعني حسيت إنه نحن اليوم عن جد كنا أمام مصيبة أكبر من كل سنوات الحرب؟ أكيد أكيد أكيد، يعني اليوم كل شيء مرق بكفي، ويمكن هالأربعين ثانية بكفي. الناس فقدت يعني شهداء بعدد كبير، بيوت بعدد كبير، الناس فقدت أولادها، عيالها، بيتها، يعني كانت آمنة خلال 40 سنة تغير مصير حياتها كلها. مصاب كبير كتير، يعني الله يرحم الشهداء ويشفي الجرحى، ونحن أكيد متواجدين مع الكل وحسب استطاعتنا وإمكانياتنا بأي لحظة لحد الآن من أول يوم لليوم. فرقنا مستنفرة ومتواجدة بكل المحافظات المنكوبة بكل المناطق لحتى نقدر نقدم واجبنا تجاه هاي الناس. يمكن اليوم بكارثة الزلزال نحن كنا أمام عنصر المفاجأة، نحن اليوم ب 12 سنة حرب كنا عم نعرف شو عم بيصير، كنا عم تعرف اليوم أنت مين عدوك، شو هي الظروف اللي عم تمرق فيها بلدك، شو هو الحصار اليوم اللي سبب هذا الضغط على حياتك، ولكن اليوم القصة اختلفت. وقت نقول إمكانيات ومساعدات إن كان إنسانية إن كان نفسية، في جهات اليوم نحن عم نشبك معها إن كان من المؤسسات الخيرية وإن كان من محافظة دمشق، تشكر أكيد اليوم كان في تقدير تسهيلات كتير لكل الجمعيات. خلينا نحكي عن التشبيك مع المؤسسات، هل كان في عمل مع مؤسسة معينة أو كنتوا فريق لحالكم؟ نحن من اللحظات الأولى، أنا نسيت نوه إنه إحنا وضعنا كامل كوادرنا تحت إشراف السادة المحافظين بضمن كل محافظة. اثنين، تم التنسيق مباشرة طبعا مع الأمان السوري للتنمية ومؤسسة العرين بشكل دائم بالنسبة لمراكز إيواء أو بالنسبة لموضوع نقل المساعدات من وأمن وإلى المناطق المتضررة، وهذا الشيء عطى تنظيم أكثر وسرعة أكثر بالوصول إلى الناس المتضررة والناس المحتاجة والأشد احتياجاً للصحة. تمام، خبرينا أكثر عن الكوادر البشرية يلي انطلقت للمناطق المتضررة بالزلزال، خبرينا يعني شو الأعداد، شو التخصصات يلي توجهت لهونيك، شو الحاجات يلي فعلاً كانوا الأهالي بحاجة غير يلي تقدمت، يعني أكيد الواقع رح يكون غير. تمام، مثل ما حكى الأستاذ نصر، بطبيعة الأحوال كمؤسسة بصمة شباب سوريا نحن دائما بحالة تشاركية مع باقي الفرق، إن كانت الأمانة السورية للتنمية، إن كانت مؤسسة العرين، إن كانت الهلال السوري الأحمر، ففي حالة تشاركية دائما كان من الفرق الموجودين عنا والتخصصات الموجودين، وإن كان الفرق اللي طلعت من الأمانة السورية لمؤسسة العرين، فدائما في فرق اختصاصات طبية، في فرق اختصاصات دعم نفسي، في فرق اختصاصات استشارات قانونية،
فانطلقوا متوازي معهم. يعني طلعنا نحن مع الشباب، فرقنا كانت موجوده هنيك، كان في تنسيق بيناتهم. شباب راحوا باتجاه دعم نفسي للاطفال ولكبار السن، فرق راحت باتجاه الاستشارات القانونيه للناس اللي فقدت اوراق الثبوتيه، الاوراق اللي بتاكد هو امتلاكهم للعقارات الموجوده اللي نزلت. فهي كلها كانت بحاله تشاركيه مع باقي الفرق المجتمع المدني. طيب سيد نصر، خلينا هيك نحكي عن موضوع مفهوم التطوع. قد ايه اليوم هو ثقافه بزمن السلم قبل الحرب؟ يعني نحن دائما نحتاج لموضوع نكون نحن مهيئين. يعني دائما نحن بنقول انه اجت كارثه الزلزال كانت مفاجئه، فكنا كثير ما في هذا التجهيز اللي نحن نقدر نكون نفسيا ما في. يعني نحن يعني اكثر شيء او اخر شيء ممكن توقعي انه انت تفيقي اليوم على زلزال يعني. فنحن ما كان عندنا هذا التهيئه النفسيه، ما كان عندنا التهيئه حتى من المعدات الانقاذ، من فرق الانقاذ. فخلينا نحكي اليوم بموضوعكم وباختصاصكم عن مفهوم التطوع. قد ايه نحن اليوم مفروض ننمي هي البذره عند الانسان، حتى مثل ما قلنا بزمن السلم خلينا نكون بالازمات جاهزين. يعني نحن دائما وابدا بنقول هو التطوع رسالة وأمانة، أمانة مجتمعية ورسالة ربانية. أنه أنت اليوم كإنسان ما لك مخلوق على وش الدنيا بس لحتى تأكل وتشرب وتعمر وإلى آخره، لا، في شيء أبدأ، في شيء أسمى هو هذا التطوع، هذا الشيء اللي طالع من جوا، طالع من 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 جوات قلبك، طالع من نفسك حتى تقدمه بدون أي مقابل، لا. سواء تجاه رب العالمين أو تجاه بلدك اللي هي أنت قدمت لك كل شيء قدرت تقدم لك إياه. نهدف ونطمح ببصمة شباب سوريا لأنه يكون عندنا نحن بكل بيت سوري عنصر متطوع، سواء ببصمة شباب سوريا أو بأي منظمة ثانية أو مؤسسة ثانية. اليوم التطوع هو أهم لبنة من لبن تنمية أو بناء المجتمعات المتقدمة، زائد أنه هو بيزيد التآلف وبيعطي المحبة. هاي الروح الحلوة تماما اللي شفناها يعني ضمن الأيام المضت. يعني يمكن أنتوا أيضا لاحظتوا هاي النقطة. يعني عشنا سنوات الحرب، كان في جمعيات وكان في مؤسسات وكان في لهم حضور على الأرض، ولكن ضمن هدول الأيام كانت في فزعة كتير حلوة، كان في يعني عن جد وقت كنا نقول شعار إيد واحدة شفناها اليوم بأيام الزلزال. يعني يمكن هذا يمكن هذا عزانا الوحيد بهذا المصاب، انه هاي اللهفه وهذا التكافل الاجتماعي المجتمعي اللي صار من كل الناس السوريين. اكيد يعني جهودكم مشكوره. الاستاذ نصر الله الخطيب والانسه خلود حسن، يعطيكم الف عافيه انتم جميع الفريق. الله يعافيكم. نتشكر حضوركم لليوم، واكيد من خلالكم بنوجه تحيه لكل فريق بصمه شباب سوريا ولكل الفرق السوريه التطوعيه الانسانيه والخيريه. شكرا لحضوركم. شكرا لكم.